مجموعة من المباريات اتلعبت امبارح سواء على المستوى القاري في افريقيا واوروبا او على المستوى العالمي وكأس الانتر كونتيننتال. تفاصيل اكتر عن المباريات معانا على الهاتف محمد خالد الناقد الرياضي. صباح الخير. صباح الخير يا استاذة دينا وصباح الفل على كل المشاهدين. اهلا بيك. اهلا بيك. في البداية عايز اعرف شفت ازاي صعود المصري اللي كان صعب جدا، المصري البورسعيدي طبعا اللي كان صعب جدا بضربات الجزاء امام الهلال الليبي، واكتمال كده صعود جميع الفرق المصرية في دوري الابطال والكونفدرالية. بالفعل الفرق المصرية الاربعة قدرت تحصل على البطاقات المؤهلة لدوري المجموعات سواء في بطولة دوري ابطال افريقيا اللي بيمثل مصر فيها الاهلي وبيراميدز او في الكونفدراليه الزمالك والمصري. كان سبق وتاهل الاهلي وبيراميدز الى جانب الزمالك لدور المجموعات، واكتمل اضلاع المربع امبارح بتاهل المصري. مباراه كانت صعبه جدا جدا على المصري، احنا كلنا عارفين ان المصري خسر ذهابا في ليبيا بنتيجه 3-2، امبارح قدر يفوز بنفس النتيجه عشان يتعادلوا مع بعض ويوصلوا لركلات الترجيح اللي ابتسمت للمصري. المصري كان في ايده ان هو ينهي الامور بدري خلال المباراه، كان كسبان 3-1 صحيح، اتاخر بهدف وكانت الامور معقده في البدايه، لكن قدر يلم نفسه ويرجع بسرعه وسجل 3 اهداف، وفي اخر دقيقه تلقى هدف قاتل من الهلال الليبي عشان النتيجه تتعادل ويوصلوا ركلات الترجيح. الجمهور البورسعيد كله كان واقف على اطراف اصابعه زي ما بيقولوا، لان المصري كان سبق وخرج من دور قبل النهائي لبطوله كاس مصر بنفس السيناريو بركلات الترجيح، فكان في شبه قلق كده او توتر من ان يتكرر نفس السيناريو والمصري يودع بطوله الكونفدراليه مبكرا من الدور الاول، لكن الحمد لله تمت على خير والمصري صعد لدور المجموعات. طيب امبارح كمان اتحدد مسار الاهلي في دوره الانتر كونتيننتال، ده بتاهل العين على حساب اوكلاند سيتي، بتشوف ازاي هتكون مباراه الاهلي والعين اللي هتكون في القاهره؟ شوفي العين السنه اللي فاتت عشان يوصل لبطوله الانتر كونتيننتال في نسختها الحاليه حقق بطوله صعبه جدا جدا جدا، واحده من اصعب النسخ في تاريخ دوري ابطال اسيا. الفريق الاماراتي قدر ان هو يطيح باثنين من عمالقه الكوره في اسيا خلال الفتره الحاليه، وهم النصر السعودي والهلال السعودي، وما ادراك ما الفرقتين والعناصر اللي بيضموها كلا الفرقتين، يعني خصوصا بعد التدعيمات الكبيره جدا للفريقين في الفتره الاخيره والاصرار جدا جدا اللي اتصرف على الفريقين خلال الفتره الاخيره. العين قدر يحقق البطوله وقدر يحقق البطوله باقناع وقدر يحقق البطوله باقناع كل حاجه، فالعين منافس شرس جدا جدا جدا. تاهله امبارح على حساب اوكلاند الدور المقبل مواجهه الاهلي كان شيء متوقع جدا جدا، النتيجه اللي خرج بيها من المباراه وفوزه 6-2 كانت متوقعه. العين قوه هجوميه مرعبه، حرفيا مرعبه. انا تابعت العين كتير على الفترات على مدار الفترات اللي فاتت. العين فعلا فرقه متكامله ومنظم كده فرقة هايلة، فرقة هايلة بيقودهم الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب ذو ثقل ومدرب عنده خبرات كبيرة سواء كلاعب أو لاعب سابق أو كمدرب. أعتقد إن الأهلي عامل للعين 1000 حساب زي ما العين عامل للأهلي 1000000 حساب. مباراة تبقى صعبة جدا جدا، حتى وإن كانت ستقام في استاد القاهرة ستظل مباراة صعبة. يعني امبارح تابعنا معظم تصريحات لعيبة العين بعد الماتش، على رأسهم المغربي سفيان رحيمي اللي سبق وواجه الأهلي كتير مع فريقه السابق الرجاء المغربي، وأكد على صعوبة المباراة، لكنه في نفس الوقت أكد إن فريقه جاي عشان ياخد بطاقة التأهل لكأس التحدي اللي هو الدور المقبل في بطولة الانتر كونتيننتال. بس كلنا متوقعين ومتأكدين ان الاهلي هيكون مستعد بشكل كبير جدا لهذه المباراة، ومش هيكون يعني الثقة الزايدة لا مش هتكون موجودة، بالعكس وهيبذل اقصى طاقة ليه واقصى جهد ليه. الاهلي زي ما عودنا في الفترة الاخيرة قصاد الفرق العربية او الافريقية في المسابقات الكبيرة اللي زي دي بيكون مستعد جدا شرس جدا جدا جدا. يعني الاهلي سبق وخاض مباريات اصعب من كده كتير وفي ملاعب خارج مصر وكان ظهر بشكل كويس جدا، اخرهم طبعا المباراه الشهيره مع اتحاد جده في نفس البطوله السنه اللي فاتت، وقدر انه يخرج من المباراه كسبان 3
فدي كانت حاجه كبيره جدا جدا في وقت كانت كل التوقعات بتشير فيها الى فوز الاتحاد بعد ما ضم كريم بنزيما وفابينيو وانجولو كانتي واسماء لمعت اوروبا، لكن الاهلي قدر يكسب بكل سهوله في السعوديه. المباراه صحيح مباراه العين هتكون صعبه، لكن الاهلي قادر ان هو يدخل المباراه دي بكل قوته وبمساعده جماهيره، قادر ان هو يخطف خطوات التاهل للدور المقبل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، واحنا بنتمنى الفوز باذن الله لفريق النادي الاهلي. خلينا نروح للدوري الانجليزي، وامبارح كان في مباراه قويه جدا، يعني انا تابعتها كمان بنفسي، فكانت مباراه ممتعه، ما فيش لحظه فيها كده تبقى حاسس بملل من اللعب، لكن طول الوقت انت اعصاب مشدوده علشان بتتوقع النتيجه. كان امبارح مانشستر سيتي وارسنال، وكان في تعادل بهدفين لكل فريق، بتشوف ده ازاي؟ وهل من المبكر يعني ان احنا نتحدث دلوقتي ونقول مين اللي هيكون متصدر للدوري الانجليزي؟ وكمان امبارح ارسنال يمكن اثبت كفاءه بشكل كبير حتى بعد طرد احد اللعيبه في بدايه الشوط الثاني. لا، هي كانت مباراه ملحميه، يعني مباراه كانت قويه جدا جدا، تعدد مباريات الدوري الانجليزي سواء الفرق الكبيره او الفرق المتوسطه او حتى الفرق ممتعه جدا. في الدوري الانجليزي مباراه فعلا كانت زي ما الناس كلها كانت متوقعه ان هي زي رساله كده، المنافسه هتبقى في الدوري الانجليزي السنه دي هتبقى عامله ازاي. ارسنال شخصيته بتتطور بشكل كبير جدا جدا تحت قياده مدربه الاسباني ميكيل ارتيتا. مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي، واحد من اقوى الفرق في العالم على مدار الخمس سنين اللي فاتت. البدايه كانت من جانب مانشستر سيتي اللي استغل عامل الارض وجمهوره وقدر يتقدم بهدف مبكر عن طريق الهداف الكافح ايرلينج هالاند. الكل توقع شويه ان مانشستر سيتي هيسيطر على المباراه بحكم اللي احنا تابعناه مع السيتي خلال الفترات اللي فاتت، لكن ارسنال انتفض وقدر ان هو يسجل هدفين. وده اللي انا بقوله لك، ده بيبرهن على كلامي ان شخصيه ارسنال فعلا فعلا تماما مع ارتيتا. في السنين اللي فاتت ارسنال كان عندهم اصرار وهجوم بشكل مستمر ان هم يفوزوا، يعني كان طول الوقت كان في اصرار ان هم فعلا يرجعوا. امبارح في المباراه بعد هدف هالاند، حاله الطرد اللي جت مع نهايه الشوط الاول لتروسرد جناح ارسنال اكيد اثرت بشكل كبير جدا جدا. مع بدايه الشوط الثاني ارتيتا اضطر ان هو يسحب واحد من مفاتيح لعبه المهمه جدا بوكايو ساكا عشان يدفع بين وايت مدافع يعوض النقص العددي. مانشستر سيتي استغل طبعا النقص وقعد يهاجم على مدار ال 45 دقيقه والوقت الضايع وتغييرات هجوميه من بيب جوارديولا يعني لزياده الضغط على ارسنال، وكللوا ضغطهم بصراحه في النهايه بهدف قاتل في الدقيقه 98 بالظبط. هدف مانشستر سيتي يستحقه وارسنال لا يستحقه، يعني في مجمل احداث المباراه النتيجه نقدر نقول ان هي عادله، لكن سباق الصداره او طبعا سباق الفوز بلقب الدوري الانجليزي لا، ده احنا معانا لسه، ده احنا يا دوب في الجوله الخامسه، واكيد هنتابع معاك على طول علشان نعرف اخر التطورات في طبعا الدوري الانجليزي، وهنعرف مين الفرق اللي هتكون متصدره. انا بشكرك شكرا جزيلا محمد خالد الناقد الرياضي على وجودك معانا في برنامج صباح الخير يا مصر.